السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاني توا سؤال نحب نشارك معكم. قال لي أنا مقيم بالخارج، سلام، شهريتي 14 مليون ونص بفلوس تونس، نحب ناخذ قرض ما قيمته 400 مليون على 20 سنة، زعما قداش يكون أقساط كل شهر، ونحب نشري أرض فلاحية وأنا يحسب البنكة. ما تستغربوش، شريته 14 مليون ونص معناها بفلوس تونس البر، هذاك هو شاري راهو من 1500 يورو من 6 ملايين، وانت طالع معناها 14 مليون حكايه فيرا. بيسيدي حاب ياخذ قرض 400 مليون على 20 سنه، باش نقولوا انا قداش الاقساط. دونك هاني دخلت انا على السيستم، الاقساط 400 مليون على 20 سنه ما بين 3 ملايين و 850 حتى يكشي ل 4 ملايين كل شهر. هذايا تو ما تلقاه في حتى بلاصه كان عندنا نحن، به تمام بلس 1.75 ماكسيموم 2. دونك كان يعطيك قداش الاقساط من 3 ملايين 850 حتى يكشي ل 4 ملايين. اما انا ننصحك انك تاخذ قرض على 15 سنه يزي، ها باش نعطيك على 15 سنه قداش الاقساط، مش باش ينقص ياسر الاقساط، اما باش تطلع ربح برشا فلوس في القرض على 15 سنه، باش تخلص 4 ملايين و 320. 4 ملايين و 320 ما بين 400 و 320 ما بين 4 ملايين و 400، فهمتي؟ اما كي جيت ترجع باش تلقى روحك رابح قرابه 180 مليون، قرابه 180 مليون. دونك هنا الجماعه اللي بتاخذوا القروضات الكل حاولوا تاخذوا على 15 سنه 16 سنه ماكس توفيكس، 15 سنه وشهر توفيكس، خاطر كي باش تحط 20 سنه الرجوع باش يولي برشا فلوس، والزياده مش باش تزيد برشا. دونك ان شاء الله نكون وضحت لك ونصحتك. دونك دو بريفيرونس 400 مليون على 15 سنه برسك ترجعهم ب 4 ملايين 320 777 مليون، و 400 مليون على 20 سنه برسك ترجعهم 923 مليون. شوف قداش رابح 130 ولا 140 مليون في جيبك كان تاخذ على 15 سنه بركه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.